السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخواني مرحبا بكم في حلقة جديدة في دورة المدار. اليوم راح نتحدث على حاجة مهمة بزاف في هذا اللونغاج اللي هي التايمر. دوكا نشوفوا جماعة، المرة اللي فاتت حكينا على لي كونتاكت، حكينا على واش كاين هاد لي كونتاكت. هادو هما سي دي كونتاكت انستونطاني، احضري هضري يحضر، عبز على البوطون مارشي يمشي، عبز على البوطون اري يطفى. دونك حنا ماذا بينا تكون كاينه اون بيت فليكسيبيليتي في الاندستري، وين زعما انا كي نعبز على البوطون مارش ماذا بيا ما نعاود نوري ونعبز على اري، ماذا بيا باغ اكزومبل ساعه يطفى لي الموتور وحده، يمشي ساعه يطفى لي الموتور وحده. ولا باغ اكزومبل زعما انا نعبز على البوطون مارش على 7 تاع الصباح على 8 باهي ديماري. مثال يعني زعما هكا، والامثله عديده في الاستعمالات تاع التايمر. هنايا نحتاجو حاجة هي اللي ديفيني لنا الوقت، نحتاجو حاجة تتحكم لنا في الوقت. هاد الحاجة اللي تتحكم لنا في الوقت هي التايمر. التايمر ببساطة وشنو؟ سهل بزاف، هو هاد الباطة هادية. شوفو نجيبوها نحطوها هنا وتشوفو فيها. بون جماعة اللي راح تستعمل لادر هاكا، هاي الخطوات كيفاه. اللي ماش تستعمل لادر اللي راح تستعمل تيابورتال قصدي، نعيطو للتايمر تاعنا. عندنا نوعان من التايمر، عندنا تي اون، هاوليك تي اون، وعندنا تي اوف. نبداو بالتي اون ونروحو للتي اون. شوفوا خاوتي، فولا تقسمت على زوج، كيف كيف تخلعوا ما والو، ما ماشي حاجة كبيرة كاع هذا، واش نتعلمو دوكا. موراها مور ما عينا إذا تي اون تي اوف، نعطولو اسم، مثلا نسموه مبديش أنايا، خليه كيما راه، بعد انتم سموه على حساب مقتضى الحال. جماعة انا سميناه بون جينيرالمون يبدا من دي بي 1. انا اللي داير دي تايمر من قبل، زعما باغ اكزومبل باش انا نكون نعيط لك واحد مسميه تايمر باغ اكزومبل، يجيني هاوليك تايمر باغ اكزومبل، هاوليك يجيك من دي بي 1. دونك هنايا جماعة ليكزامبل عاودوا برونشيو معايا دوكا، قبل كنا نهضروا مع جماعة تخدم بالتي ابورتا، دوك جماعة ليكزامبل برونشيو معايا. هاوليك التايمر كيفاش يجي؟ يجي باطا مكتوب فيه تي اون، فوقها فيه التسميه، فوقها لادريساج. لادريساج مختلف على الاخرين. علاه مختلف على الاخرين؟ باسكو الاخرين سي دي بوليان، حطوا في اوكتي، داخل اوكتي حط بيت وبشي حالك. هنا لا لا، هنايا التايمر موش بوليان، دونك سي بور سا لادريسيو هكذايا. ها هو لادريساج كيفاش يجي؟ دي بي، وتبدا من الان 1 2 3 4 5 ويا رايحه. دونك تكون تادريسي فيه اكتب هكذايا تايمر، اكتب دي بي شحال هكذا دي بي ودير هنايا باللي تي اون ولا تي اوف. وبعد لتحت هادو ما يهموكش، هذا وشنو اي ان، هذه هذه سي لونطري تاعو، ما تهمش زعما شغل هذه ما تسحقش با تكتبها في ليكزام ولا ما يحاسبوكش عليها. والكيو سي لا سورتي، دونك هنا اي من تدخل زعما لا كونسيمين تجي، وهنا لا سورتي شحال واش راح يخرج التايمر تاعنا هذايا. وهنا لتحت عندنا هذه ما نسحقوهاش، نسحقو هادي وهادي سي تريز امبورطون في التايمر. هذا وشنو؟ سي الوقت شحال يريح. دونك باغ اكزومبل انا نديرو يريح 5 سكوند هكا جماعة، 5 اس، واذا سحقت مينوت نكتب مينوت، واذا سحقت اور نكتب اش. هاو نكتب 5 اس، هاو كيفاش يجي الاخر تاعها. ومن جماعة ليكزام كتب لي تي ماجيسكول، دير لي دياز وكتب لي 5 سكوند ولا 10 ولا على حساب واش عطالك. هذه هي كيفاه تكتب بالطريقة الصحيحة باه تكتب التايمر تاعك. هاولي كيفاش جاي جماعه، نعاودو نديرو ام تي تيليفزيون. قلنا عندنا نجيبو باطا صغيره وراها هكذايا، نمونطيو فيها اسم سوا تي اون سوا تي اوف، نكتبو اسمها واش راه حابين نسموه تايمر ولا حساب واش عندك. مونطي لي من فوق لادريساج دي بي، اشفى دي بي في التايمر، ومام في الكونتور دي بي رانا لاحقين ليه ان شاء الله، باسكو على سي دي شوز كي سون با بينار. دي بي 1 2 3 انكريمونتا، وبعد هنا عندك لو طون تاعك. هذه دوك نعاود نشرحها لكم ولا نديروا المثال تاعنا. دوك يا جماعه تو نديروا سيميلاسيون باه نفهموا بيان. صح، لحقنا للسيميلاسيون.
جماعة بكو شحي صرا هنايا حن عبز على بوطون مارش هكا حن عبز على بوطون مارش محشي شعل انستونطاني مو الموتور حيسنا 5 سكوند باهي شعل حوسنا 5 سكوند ورا شعل. هذه هي الفايدة تاع تي اون. ديجا من اسمو تي سي تايمر، اون سي روتار. يدير روتار دي باه يدير لك الاون تاعو، كو شايفين شوية يدير لك ان بتي روتار باه يشعل لك الاون. التي اوف سي لو ميم برانسيب، وشنو الكونترار؟ الروتار دي لك الوقت اللي يطفى فيه، سما عطيت له 10 تي سي 10 اوف، يعني يستنى 10 سكوند وبعد يدير لك الاوف تاعو. هذه هي بكل بساطة شنو هو التايمر. الاي ان هذه تكون نعاود نشرحها لكم دوكا في سيميلاسيون يتبان لك خير. هذه سي لونطري، وشنو هي الحاجة اللي تخلي التايمر يبدا يخدم؟ هذه هي الاي ان، سي لونطري تاع التايمر، وشنو هي الحاجة اللي تخلي لونطري واللي تخلي التايمر يبدا يخدم، تسمى حتى يجيه الكورون باه يخدم. الحاجة اللي تخلي التايمر يبدا يخدم في المثال تاعنا هو البوطون مارش. حتى البوطون مارش يعطي كورون للتايمر باه يبدا يخدم، وبدا لا سورتي تاعنا هنا ابري 5 سكوند تروح للموتور كيو سي لا سورتي. هاكا جماعه هاي ليك، عاود نديرو المثال باه نفهموه بيان. نسناو 5 سكوند تاعنا يعاود يشعل، شعل للموتور، هذا هو تي اون. اي شنو نعاود نديرو تي اوف ثاني باه ما تلفلكمش، باه نفهموا واش قلنا من قبيل. تي اوف سي لو ميم برينسيپ، سبريمي الباطه هذيا، جيب لي باطه واحده اخرى، حط لي هنا الباطه سمو تجي قبل الموتور. نعيطو تي اوف، نكتبو تي اوف هنايا. هاي جاتنا درنا الاسم، ديرو 5 سكوند مثلا كمثال، وانتم على حسب الكريت شارج تاعكم ديرو لي سكوند. هاو تي اوف، ونعاودو نسيميلي وكل شهر مريقل هنايا. او سيميلاسيون ما كانش جو اوف لاين، لازم نرجعها اوف لاين قبل ما نسيميلي. دونك راح نشارجيو برك البروغرام في السي بي يو تاعنا. نجيبو النظارات، سي بون هكذا حالا مريقلة. في وران دوكا تبع معايا تي اوف واش راح يصرا، حنشعل بوطون مارش حيمشي 10 سكوند ديريكتومون ابري يطفى. هاوليك ها مشى 5 سكوند قصدي، بعد يدير لك الاوف تاعو. سي بون جماعة، بون كاين عفسة برك نسيت ما نبهتكمش عليها. شتو في لونطري هنايا، هاوليك هنا دوكا كي يدير لك هكذايا ما راحش يحبس. علاه؟ باسكو لا كونسين هنايا راهي ان، وقتاه لو تي اوف يبدا خدمتو نهار لونطري تاعو هنايا ما يوليش كاين كورون. كي ما يوليش كاين كورون يروطار ديريك شويه الحاله باه يمشي، قصدي باه يطفي. دونك نعاودو نديرو اون بيتي اكسبليكاسيون على تي اوف. تي اوف سي لو كونترير توتال تاع تي اون. تي اون يروطار ديرك التايم تي هذا كيروطار ديه ب 10 سكوند باه يدير الاون تاعو. الاوف يروطار ديلك لو تي هذاك لو طون تاعك باه يدير لك الاوف، ا كونديسيون كو لو تي اون اون فوا يروسيفي ال 1 يبدا يخدم. اون فوا يروسيفي الكورون يبدا يخدم، يعني يبدا التايمر يحسب لي سكوند تاعو ابري يشعل لك الموتور. لو تي اوف لا، لو تي اوف راك تشوف الحاله راهي هنا ما راهش يخدم، راه حابس. اون فوا يروسيفي الزيرو هذيك ابري ال 1 يبدا يخدم. دونك هنايا يبدا تخدم، تنسنى 5 سكوند تاعو ونجي. دوكا بون هنايا وقتاش تصرا باغ اكزومبل عندك بوطون مارش بوطون اري، قال لنا مول ما نعبز على البوطون اري نستنى 5 سكوند ويحبس، ولا زعما غير نعبز على البوطون باش نعاود نطلق نخليه يمشي ساعه. اكشي اكوشي يمشي شويه هنا سولون كاي تشارج تاعنا راح نفهموا بوكو بلوس واش انا نقراو هنايا في لي زيكزارسيس. ان شاء الله تكونوا فهمتوا بيان لو تي اون لو تي اوف، ما راهمش صعاب، راهم ساهلين بزاف سورتو في لي زيكزامان. ارسم له غير باطه، اكتب له لو طوم لتحت،
مطل ودي بي ان دي بي دو من الفوق بصحتك العلامه سي فريمون فاسيل جماعه راح نزيدو نفهموه بيان في لي زيكزارسيس باسكو هادو ما سي دي شوز سي دي نونسيون تاع حفاظه وفهامه ام جايين لي زيكزارسيس لازم نفهمو الكاي تشارج لازم نديرو دمونطيو في راسنا نركبو عقليه انجينيور كيفاه يخمم كيفاه يفصل لي زون دي سورتي كيفاه يقرا الكاي تشارج وكيفاه راسو يخدم باه يحل البروبليم اللي عنده هكا جماعه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. نتلاقاو في الحصه المقبله باذن الله. السلام عليكم.